وللحديث عن تطورات اليمن السياسية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. سيد نبيل، مرحبا بكم. يعني ساعات تفصلنا عن مباحثات السويد بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين. بداية، كيف تتوقع سير هذه المباحثات في ظل قبول ميليشيا الحوثي الجلوس على طاولة المحادثات؟ لا شك أن هذه المباحثات الأخيرة التي مقررة عقدها في السويد خلال الفترة القادمة ستكون هي استمرار لنفس المباحثات السابقة، وستؤول لنفس النتائج التي ألت إليها مباحثات جنيف والكويت قبل ذلك. طيب. لأن هذه المباحثات لا يرضى منها أن تذهب إلى حلول حقيقية، لأنها تذهب إلى معالجة التداعيات وليس معالجة الأسباب التي أنشأت الأزمة والحرب في اليمن. سيد نبيل، يعني الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، لو شاهدت التقرير، أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لا يعولون كثيرا على هذه المباحثات، على الرغم من عقد المبعوث الأممي مارتن جريفيث آمال عريضة عليها. هل هذا تناقض بين الموقفين؟ الجميع يبنون توقعاتهم عن هذه المباحثات من منطلق الأزمة وجذورها في اليمن، وبالتالي أنا باعتقادي الغرب أيضا لا يخفى عليه مثل هذه الجذور الحقيقية للأزمة والحرب في اليمن. جريفيث يحاول أن يسوق نفسه ويقدم نفسه على أنه عراب للسلام في اليمن، ويتكئ بإرث من الوساطات الدولية، وأيضا يتكئ على جنسيته البريطانية لإنقاذ الموقف عكس المبعوثين السابقين. لكن في حقيقة الأمر جريفيث أيضا لا يدرك التعقيدات الحقيقية، أو أنه يتجاهلها فيما يتعلق بأزمة بجذور وعمق الأزمة والحرب في اليمن، وبالتالي أنا باعتقادي أنه سيصطدم كثيرا في هذه المفاوضات التي وإن استطاع أن يجمع الأطراف جميعها إلى طاولة المفاوضات، لكنه لا يستطيع أن يخرج بحلول واضحة وخارطة طريق واضحة للحل والأزمة في اليمن. سيد نبيل، هناك من يرى أن الوفدين سواء الحكومة الشرعية أو الانقلابيين ذهبا إلى السويد لرفع الحرج لا لدفع عجلة السلام. لو كان في أقل تقدير هذا هو موقف الحوثيين من ذلك، بماذا تفسر موقف الحكومة الشرعية إذن؟ الحكومة الشرعية أيضا تدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام، ولا زالت جماعة الحوثي مسيطرة على أكثر من 30% من أرض اليمنية. لا يمكن أن يكون هناك سلام وإذا بقت مدينة واحدة فقط وليست مدن تحت سيطرة الحوثي وليست العاصمة صنعاء تحديدا. نحن أمام كارثة حقيقية. الحرب في اليمن أو يدرك اليمنيون أن الحرب في اليمن عنوانها الحوثي، وما بقي الحوثي في اليمن ستبقى الحرب، وأي ذهاب إلى سلام ليس سوى جولات أو صناعة لجولات قادمة من الحرب في اليمن تحت عنوان ولافتة وجود جماعة الحوثي. سيد نبيل، أنتم يعني تشككون في نتائج هذه المحادثات، ما البديل عنها سيد نبيل؟ البديل هو هذه الحرب التي يجب أن ينكسر فيها طرف الانقلاب، والانقلاب اليوم في أضعف حالاته. صحيح طالت الحرب كثيرا نعم، وكلفت اليمنيين الكثير، لكن هي طبيعة الحروب وتضحياتها، والشعوب عندما تريد أن تصل إلى استعادة قرارها وسيادتها وجمهوريتها، من اعتقادي تهون هذه التضحيات من أجل الوصول إلى لحظة سلام حقيقي يصنعه اليمنيون بسلاحهم وليس باستسلامهم للانقلاب والمشروع الإيراني في اليمن. طيب، هنا سيد نبيل، إذا كان التحالف العربي بمعية القوات اليمنية يسيطرون على أجزاء ليست بالقليلة في اليمن، لماذا يعني لجأوا إلى الجلوس مع الحوثيين على طاولة محادثات؟ هذا الجلوس هو نوع من الهروب إلى الأمام أمام الضغط الدولي الكبير والمتزايد. هناك فشل كبير للتحالف العربي في عدم حسم المعركة في اليمن، في عدم أيضا فهمه لتعقيدات المشهد الداخلي في اليمن. هو يدفع التحالف يدفع ضريبة هذا الغباء والغطرسة في التعاطي مع الملف اليمني، لكن بالأخير هي معركة اليمنيين، نحن لسنا معنيين بهذه التعقيدات أو بهذا الموقف السلبي من التحالف، ما دام أن اليمنيين هم أصحاب هذه المعركة وهم يقدرون مستقبلهم ويقدرون مصلحتهم من هذه الحرب.
من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري، شكرا جزيلا لكم.